يشهد الله ان اشتغلنا ليل نهار، بس انت عارف رضا الناس غايه لا تدرك. جرب تشتغل نهار ليل يمكن تزبط معك. علق يا اخي، بس شكلها مصدية شويه. جرب انك انزل انزل قاعد في درجه بيتكم انت. للاسف كلكم راسبين ما عدا واحد. حبيبي ابو عبد الله تسلم، تعلموا منها قمه في الاحترافيه. وممكن نستفيد استاذ بدر، انت مثال يحتذى به. بالعكس والله اشكال موظفين كول يا اخي. الاحترافيه انه الكل لازم يكون لابس زي موحد. حلو التعريف. شباب ما في حلاق قريب؟ ايه اطلع من هنا اول لف على يدك اليمين بعد ثالث عماره راح تلاقيه بالزاويه اسمها ليله الرجل. ما قلتوا لي شباب في حلاق قريب هنا؟ تطلع من هنا يمين إيه؟ ثالث عماره على الزاويه تلقى تحت كذا ليله الرجل. يعطيك العافيه مره شكرا شباب. بالمناسبه شورتك مره رهيب حبيته. حبيبي قايل لك والله انه كول. وش في ذا واقفه واشرح له بكل احترافيه وبكل احترام يسفهني وما يتكلم معي؟ يا اخي عادي، رجال سال رجال عن حلاق، لو واحدة تبغى مشغل كان سألتك انتي. بغض النظر كنت تتكلم لازم احترمني. والله عيب البنت الحين توصف له بكل احترافية ويجي يسوي ذا الحركات قدامي. انت يا قدامي يلا بعد اشوف سيقانك في اللوبي. يلا يلا وين رايحين؟ في اجتماع؟ عندي اجتماع مع الراسبين هذولي. شباب عندنا مشكلة واضحة في الاستقبال. الزي الموحد. لا وش الزي الموحد؟ احنا يبينا واحدة فاتشة. بالضبط بالضبط، اخيرا حتكلم. محبوب محبوب، لا لا محبوب. ها ايش فيك؟ بصل احمر طبخ، بصل ابيض على الساندويتش. بعدين مو كذا كله نفس الشيء. بس لا لا محبوب، هذا ستاندرد، نحن بنشتغل مع بعض لازم تكون. شيف فيصل معاك، كيف اقدر اخدمك؟ يا اخوي انتم ايش مسوين بالكب ساندويتش؟ صحيح صحيح، انا اليوم اضفت لمسه البيكن المقدد. فقلت والله لا هو مقدد ولا شيء، وين القديم؟ لا انا اليوم سويته فريش عشانك، انا الاكزيكتيف شيف. مو قصدي حق البقاله. ايه ايه زي ما قال حق البقاله. زين قال ستاندرد بقاله ستاندرد. محبوب طيب بقاله ما له علاقه، موضوع رجالي سأل رجال، إيش دخل النقاب؟ بس تتوقعون يعني أهلها غصبينها عليه أو إنها مهي مرتاحة بيئة العمل؟ طبيعي ما ترتاح وأنت مطلع كراعينك، أنا ماني مرتاح. عشان كذا أنا أقول يبغى لنا زي موحد. قم 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 أنت يا وبضبطكم قموا. روم سيرفيس. يعطيك العافية، معك شيف فيصل وهذا الكوب ساندويتش حقك وبون أبتيت إن شاء الله.